هذا الفيديو سيكون تتمة للفيديو السابق سأترك لكم رابط الفيديو الأول في الوصف صراحة هذه من رائعة جدا كما قلت لكم تقوم بإعلانات للتيشورتات الخاصة بك ولكن إذا كنت تريد الحصول على المبيعات بسرعة فعليك الترويج لمتجرك بنفسك فهناك العديد من الطرق لكي تقوم بجلب الزوار إلى متجرك سأقوم بمشاركة معكم هذه الطرق في الفيديوهات القادمة إن شاء الله لأن مثل هذه الفيديوهات تأخذ بعض الوقت قبل بدء رفع التصميم يجب عليك الاختيار النيتش الصحيح حتى تزيد نسبة مبيعاتك هناك الكثير من الأشياء تكون هي مشكل لكي لا تحصل على المبيعة مثل اختيار تاغز واختيار الكيوردز واختيار التايتل يعني العنوان اللي التيشيرت الخاصه بك واختيار لي ديسكريبسيون هذه الاشياء كلها تكون عائق في في جلب لك المبيع حسنا هذه الامور يجب علي شرحها في فيديوهات القادمه ان شاء الله لانها تاخذ بعض الوقت وتكون طويله في في شرحها حسنا هيا نرفع التصميم على تي بابليك بطريقه صحيحه سنقوم بالضغط على upload art انا قمت سابقا بادخال تصميم فانت ستظهر لك على هذه الشكل فعليك الضغط في الاولى single في upload حسنا والخطوه الثانيه فيقول في لك ادخل اسم متجر ف يريدون الحصول على اسم متجرك حسنا عند انتهاء هذه الخطوات ستكون هذه الخطوة أمامكم كما تنظرون هنا نضغط إلى هذه PNG وهنا ستكون أنت غالبا اخترت نيتش وديزاين حسنا سأقوم بتجربة لكي تفهمون هذه الطريقة القياسات كما هي مثلها آه 4500 و وخمسة و 5400 بالضبط حسنا أه حسنا هاي الصوره كما هي هنا تكتب العنوان للتيشيرت الخاصه بك تايتل كما قلت لكم ان هذه الامور هي لكي تحصل على المبيعات الصراحه هنا تاغز uh, يعني اللي يكون مخصص لهذه التيشيرت يعني كلمات ت تعني بهذه التيشيرت وهنا تاغز يعني مثلا dog وعادي سيقوم ب بالكثير من الطاقات هنا مثل هذه ومثل الكثير وهنا Description سنقوم بكتابه ووصف هذه uh, التصميم للتيشيرت يقولون لنا هل هو تصميم غير مناسب للجميع طبيعة الحال سنقول لهم no, نو يعني لأنه تصميم مناسب للجميع حسنا هنا تقوم باختيار الألوان المناسبة للتيشيرت الخاصة بك فهناك العديد من الألوان صراحة رائعة فيها في هذه المنصة صراحة منصة رائعة رائعة جدا أه هنا يقول لك أه بلانت أه يعني في الواجهه الاماميه ام في الواجهه باك يعني في, ال في الوراء ام في الامام والوراء بالاثنين حسنا سنقوم بالضغط على الاولى ان تصميم في الامام نقوم بتصغير وتكبير بهذه الطريقه هنا هذه العلامه أه تكون في الوسط يعني يكون تصميمنا في الوسط مثل هذه نقوم بتصغير وتكبير هنا حسنا هنا نقوم بـ اون هنا تي شيرت هنا اختيار اللون مثلا بلاك وهنا نقوم باختيار الالوان لاي زي باغين ممكن ازاله اي تي شيرت وهنا يمكن اختيار الالوان وازاله الالوان غير المناسبه لتيشيرت الخاصه بك حسنا هنا ممكن الضغط على دارك انه يعني الالوان الغامقه حسنا وهنا ممكن الاختيار هل ستيكرز وفي الهاتف ام في الكثير من الاشياء مثل هذه اذا كنت لا تريد مثلا في الهاتف نقوم بالضغط على هذه اون اوف حسنا ونقوم بالضغط على يعني مثل هذه وسيقوم بنشر هنا سنضغط على I have هنا على يعني أنا أوافق على شروط والقوانين لمنصة تيب بابليك وهي مهمة جدا وهنا الخطوة الأخيرة وهي بابليش نقوم بالضغط ويقوم بنشر هذه التيشيرت الخاصة بنا ونقوم ببيعها هنا نكون الخطوات الاخيره في رفع تصميم خاص بنا كيفيه ادخال حساب بايبل او بايونير فهي طريقه بسيطه فعليك الضغط في ماي اكونت account وهنا اكونت سيتينغ وهنا نرى ان كم المبالغ ربحنا من تي شيرت وهنا كم مبيع لديك حسنا وهنا يقول لك ان في 48 ساعه يقومون بإرسال نقودك إلى وهنا بايبل وبايونير تقوم بإدخال حساب بايبل أو بايونير وتقوم بالضغط في سيف وتكون أدخلت المعلومات لكي يرسلون لك المبالغ لحصلت على المبيعات حسنا أتمنى أن يكون فيديو مفيد لكم لا تنسونا بلايك وتشجيعاتكم لنا لكي نستمر